انا عايزاه يشيلي ويتربي في الرشاح زي ما رماه. الميه كلها ميه نار، كل صرف عليها حرام ولا حلال؟ لما يطلعها بايش خالص. مية صرف مجاري مع صرف صباغة وتجهيز ومية نار وصودا كاوية. انا قلت لك اللي سمعته منه، انا كنت طلعت معاه تحت في البيت وموت، كنت هسيبه يموت مراتي. وراح جه هنا في نفس المكان رماها المية طبعا رحمه الله عليه، قاعد على الكنزات القرب ده 3 ايام بيتكلم اتكلم عليها. حسبي الله ونعم الوكيل، قال ان هو كان ماشي معاها. واتش بقى في حياتي في يوم من الايام ان اقعد معاك واسجل معاك حاجه تخص لنا. انا قاعد معاك برضه ربنا يعلم بيا. حرام حرام والله اللي اتعمل فيها ده، ما تغسل ليله الليل وتسبح تمشي على شطيه ولا كده، حرام. مفيش في بنتي حاجه باينه غير وشها وكف ايدها، الجزمة بتاعتها ما اتقلعتش، هدومها مية مية عليها. النهاردة قضاء المصري العادل حكمت على هذا الشاب اللي قتل مرات أخوه. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة اللي بنخالها بنرسخ لمفهومها إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. قبل ما نتكلم عن الحكم اللي صدر النهاردة بفكركم بالجريمة دي. فاكرين الشابة دي؟ إيمان، كلنا شفناها، وممكن لسه من قريب كنا عارضين الحلقة بتاعتها. سافرنا أليوب، محافظة الأليوبية، صورنا مع جوزها مع أبوها، صورنا كل كواليس الجريمة، حتى المصرف اللي اترمت فيه صورنا معاه، صورنا قدامه. الفكرة كلها ان الجريمة دي بشاعتها ان مين اللي ارتكبها. ايمان دي ممرضة متجوزة من هذا الشاب بقالها 15 سنة، 15 سنة متجوزة وعايشة مع جوزها حياة سعيد، جوزها فاتح صالون رجالي وشغاله بيكسب أبوه وولاده زي الأمارات ومهتم بيهم. وشفنا إزاي الراجل ده فعلا كان في صدمة غير عادية لما عرف مين اللي قتل مراته. إيمان دي كانت كل يوم تصحى الصبح الساعة 6-7 تكون نازلة، عشان هي شغلها ممرضة في المستشفى اليوم. هي ساكنة في بيت وفي شقة جوزها، لكن في شقة فوق مقفولة محدش بيقعد فيها. الزوج ده ليه اخ اصغر منه كان بيساعده في الصالون بتاعه، وفي نفس الوقت ايمان كان بيتعامله زي اخوها بالظبط. الشاب ده كان متجوز مره واتنين وكان بتفشل جوازاته، لغايه ما ربنا كرمه بواحده بنت حلال وخلاص فرحه قريب، عايز بقى يكمل فرحه. مزنوق في 20,000 جنيه، مزنوق في 20,000 جنيه، وهو ديونه كتير والناس كلها عارفة ان هو بيسددش.
فبص على مين اول ما بص؟ كان في الاول بيسرق من بيت اخوه، يروح يزور اخوه ويزور ايمان في شقتهم يسرق الفلوس ويمشي. وكانت اخته قبل كده ومرات اخوه كان قبل كده ثبتت عليه السرقه وحكموا عليه ما يدخلش عند اخوه تاني ابدا، لانه دخل عمل نفسه عايز يشرب شاي وقعد بيت اخوه لقى فلوس راح واخدها ومشي. راحت اخته جت وجعت العيله قعدت وقالت لا انت يا واد ما تدخلش عند اخوك تاني ابدا، وفعلا منعوه يدخل عند اخوه. لما لقى مرات اخوه لابسه ذهب جات له الفكره، هو عارف ان في شقه فوق مقفوله ما حدش بيقعد فيها، فضل مسحها باتنين صباحا اتنين الفجر، طلع استخبى جوه الشقه دي. هو عارف ان مرات اخوه بتنزل الساعه 7 الصبح، وعارف ان اخوه بيسهر في المحل الصالون بتاعه فبينام للظهر، مفيش واحد فتح صالون بيقوم الساعه 7 الصبح، بيجوا على الساعه 12 1 الظهر. فعلا هي الساعه 7 لقاها بتفتح الباب ونازله من على السلم، هو كان من الساعه 2 مستنيها من الفجر. بسرعه راح كتم نفسها وراح حب خبطها وراح مموتها وراح واخد منها الدهب. في الاول لما كان مغمى عليها وبيخلعها فقت هي، قالت له انت تعمل كده؟ ده انا مرات اخوك بتضربني وبتخلعني الذهب. عرف ان هو خلاص ما ماتتش، فراح للاسف اجهز عليها وراح جاب عربيه 7 الصبح وقفها قدام الباب وراح حط مرات اخوه في شوال وجه في المصرف وراح رماها في مصرف اسمه مصرف قريه ابو سنه. الجريمة حتى الأخ هو بيصور معايا وانت هتسمع جزء من اللقاء دلوقتي وجزء من مع أبوها، بيقول آخر حاجة توقعها ده رئيس المباحث خباني وقال لي أنا أخلي أخوك يعترف بكل حاجة بس انت ما تتحركش، وراح مدخل أخوه المكتب. الأخ كان جوا بيلطم مش مصدق أخويا، أخويا يبص لمراته ويقتلها وياخد ذهبها، أخويا ده كان بيتعامله زي أخوها، ما كانش مصدق. النهاردة قضاء المصري العادل حكمت على هذا الشاب اللي قتل مرات أخوه بالإعدام شنقا. النهاردة الزغاريط كانت جوه المحكمة بشكل هستيري، الناس كانوا فرحانين وكلهم قالوا نام يا هناء نام يا إيمان نام واستريح، حقك جالك، القضاء العادل اقتص ليك، خلاص اللي قتلك هيتقتل ويتعدم. واهله قالوا مش هنستلم جثته، يعدموه ويرموه للكلاب، احنا مش عايزينه. اللي يقتل مرات اخوه الشابه اللي اسمها ايمان اللي لسه طالعه للدنيا اللي لسه بساب الطفلين يتمى تموت الموته دي غدر غدر، وعلى يد مين؟ اخو جوزها. هي دي الاحكام الرضعة اللي بننادي بيها، بس بنقول يا جماعة الاحكام السريعة علشان الامور فعلا تبقى راضع. طول ما الفترة بتطول كل ما الامور بتسخن، وعشان كده القضايا الطار لو بيصدر فيها احكامات سريعة ما كانش الناس خد بطارة، اللي يقتل يتقتل كانت الناس تهدى. لكن المشكلة انه بيحصل احيانا بتقعد في المحاكم سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ومعاياراته واللي تادب وروح يقضوا طاركم روح يشوفوا مش عارف ايه، فبتخلي الطار فعلا مسلسل لا ينتهي. النهاردة ازل الستار على قضية اليوب ايمان الممرضة اللي اخو جوزها قتلها واتحكم عليه النهاردة بالاعدام. تعال نشوف جزء من حديث الزوج وهو بيحكي ازاي عرف ان اخوه هو اللي قتل مراته. تعال نشوف. ما عرفش بقى ضربه بايده ولا ضربه الخشبيه على دماغها ولبست البوابه اغمى عليها ودخلها جوه. هم دخلها جوه ابونا بشد الخاتم منها دخل شد جراها دخلها جوه جراها بايده دخلها جوه الشقه اللي في دور الارض الفكره اللي على اليمين دي تمام. الشقه كلها ضلمه بالاربع سنين ما حدش بيخش فيها. هو بيجرها رضع ظهرها بشد الخاتم خد منها ايه ده اصبع عمل شويه كده اصبع عمل ايه مش مصدق. تعال نشوف ابو ايمان وهو بيحكي وبيستغرب. تعال نشوف جزء نفكركم بيه ونرجع لكم. ده هو لو جه طلب من اخوه اديني خاتم وغوشه كان اعطاهم له. خلينا بس بنتك اتقتلت ليه يا حاج؟ انا ما اقدرش اقول حاجه ما شفتهاش، انا ما اشيلش ذنب كدبه كمان اقولها
بس مش الكذب اللي هيجيب حق بنتي. بس ده انتقام. قالت لي دي قالت لي انتقام. الله بقى. تعال نشوف امها بقى وهي قاعده على السرير والجيران حواليها. ربنا يصبرها. بنتها كانت ورده وماتت واتقتلت في عز شبابها. تعال نفكركم شوفوا امها قالت ايه. عشان خاطر دي العيال انت هتبقى دلوقتي انت بالنسبه لهم الام البديله دي. الله يكون في عونك. ده الدنيا كلها بتدور على ابن السلام ولا قاعده زمان كده مش قادر ارفع على رجلي. بسم الله ونعم الوكيل فيه يستفل فيه ربنا بيعرف. قضيه كانت بشعه جدا. رحنا لها محافظه القليوبيه وصورناها في قليوب. صورنا كل تفاصيلها والنهارده اكتمل الفصل الاخير وكنا حريصين جدا. الحكم لسه صادر دلوقتي وانا بكلمكم اتصلوا بيا من المحكمه قالوا اتحكم عليه بالاعدام شنقا. بنرفع القبعه للقضاء المصري العادي. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن